بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، عيني محاضرة اليوم السيتنج اللي المجالات اللي تعمل بها الكوميونيتي هيلث نيرسينج. وطبعا عندنا سيفن سيتنج اللي هي مختصة بكوميونيتي هيلث نيرس براكتس. هاي السيفن كاتيجوريز الهومز، الامبولاتوري سيرفيسز، السكولز، الاكيوبيشنال هيلث، والريزيدنشال انستتيوشن، البارش اند كوميونيتي ات لارج. مثل ما تشوفون قدامكم سبع فئات تعمل بيها الكوميونيتي هيلث نيرس. الهوم طبعا مثل ما تعرفون الهوم هنا يعني ما يشبه الهوم اللي عندنا. هذا الهوم هو مكمل للسيرفيسز الموجودة في المستشفى، لأن الكلاينت عندما يكون يعني يكمل الديسشارج من الهوسبيتال وينهي مرحلة الكيوت يتحول إلى مرحلة الكرونيك. يعني في بعض الحالات يحتاج إلى فولو أب أو يحتاج إلى علاج، يكمل مدة العلاج في بيئة مشابهة للمستشفى. فالهوم كير هو تقريبا يعني هو فورمال انستتيوشن او فورمال سنتر زين لاستكمال علاج الكلاينت، يعني داخل الفاميلي مالته وداخل الانفايرمنتال كونتكست. ايضا يعني تقدم له الخدمات، طبعا يونيك نيدز، يعني تقدم له الخدمات طبقا الى الحاجه مالته داخل الأسرة مالته وداخل الانفايرومنت مالته. السكولز طبعا مثل ما تعرفون السكول احيانا الكوميونيتي هيلث نيرس عندها عدة ادوار، يختلف شباب السيتنج هو المجال اللي تعمل به، يعني المكان اللي تعمل به. اما الرول هو الاجراءات اللي تأديها او الادوار اللي تأديها. احيانا يكون في سيتنج واحد عدة ادوار، يعني في سيتنج واحد عدة ادوار. مثل السكول ممكن البرايمري الافو الكوميونيتي هيلث نيرس ممكن تشتغل كلينيشن رول، ممكن تسوي انجكشن، ممكن تسوي دريسنج بالسكول، وممكن انه تنطي هيلث ادوكيشن، وممكن تكون انتر بروفيشنال كولابوريشن تتعاون مع سيكتورز اخرى، وكذلك تتبنى قضايا المدرسه، تتبنى قضايا سواء الطلبه او بيئه المدرسه، تتبنى قضايا يعني كلاينت ادفوكيسي. بالنسبه للاكيوبيشنال هيلث، الاكيوبيشنال ايضا عده ادوار، ممكن قلنا الكلينيشن رول، وممكن انه تعالج الانجرد امبلوي، وكذلك يعني بالاكيوبيشنال كوميونيتي هيلث نيرس ممكن ان تتبنى قضاياهم ادفوكيتس، يعني اللي هو يعتبر تتبنى انه يصير ابروبريت جوب اساينمنت، اختيار العامل المناسب او المنظف الموظف المناسب او العامل المناسب الا للمكان المناسب، بالإضافة إلى التريتمنت وأيضا معالجة الجوب ريليتيد انجري. يعني ممكن أنه في الاكيوبيشنال هيلث تؤدي عدة أدوار، كلينيشن رول، وممكن هيلث ادوكيشن، ممكن تسوي تريتمنت أيضا، يعني تعمل تريتمنت للإنجرد أو للجوب ريليتيد إلنس أو انجري، وعندنا الأدفوكيسي أوف وركر تتبنى قضاياهم، وذلك من خلال انه تضمن appropriate job assignment for workers، تضمن انه العامل المناسب في المكان المناسب. الامبولاتري هي هذه نسميها احنا احيانا يسموها الموبايل كلينيك. الموبايل كلينيك variety of venues، يعني شنو venues؟ يعني طرق عديدة تقدم أنواع عديدة من الخدمات during day or evening، وخلال وقت النهار أو المساء، ولكن
يعني ما بيها مبيت، يعني ما بيها hospitalization أو ما بيها overnight stays، ما يعني ما بيها مبيت، مجرد إنه تقدم خدمات خلال فترة النهار أو فترة المساء من عندها الفاميلي كلينيك بلانينج، العفو فاميلي بلانينج من عندها، أور الشايب كلينيك، يعني ممكن استشارات بخصوص التعامل مع الأطفال أو التعامل مع حالة مرضية، سكرينينج، ريفيرال، كونسلينج، يعني هيلث education، كلها تقدمها during day or evening بدون مبيت، يعني اوفر نايت ستيز، يعني ما تكون مشموله ضمن هذه الخدمات. فهي نسميها احنا الامبولاتري. الامبولاتري ما معناها اكو هناك موبايل كلينك تقديم خدمات during day or during evening. don't include overnight stays. Residential يعني تعتبر مكانات أو مؤسسات تعتبر عبارة عن منتصف طريق، منتصف طريق، يا أما منتصف طريق يا أما للشفاء recovery from addiction، مثلا from drug addiction، يعني ممكن يصير recovery or يعني hospice program، يعني وفي كل الأحوال يكون وجوده مؤقت يعتبر في منتصف الطريق، بعدها يا إما هو ريكفري مثل الدراج أدكشن يتعالج، يا إما يعني هو الهوسبيس بالحالات المستعصية وبالتالي تيرمينال أول، يعني ينتهي بالموت، يعني أكو أمراض مستعصية صعب الشفاء من عندها، لذلك هو نسميه إحنا الهوسبيس بروجرام. الهوسبيس بروجرام وين يكون مكانه؟ بالريزيدنشال انستتيوشنز. هذه الريزيدنشال انستتيوشنز تعتبر هي الهالف واي، ممكن من خلال يعني اما يكون ريكفري مثل الدراج ادكشن او ممكن يكون تيرمينالي ايل في حاله الهوسبيس بروجرام، في حاله اهل الامراض المستعصيه اللي تنتهي بالوفاه. البارش نيرسينج، البارش نيرسينج هذه تقديم الخدمات اللي هي health promotion according to the value system، يعني طبقا لل value system. وهنا ال community health nurse ممكن تنطي health education screening referral treatment and rural support، كلها هذه الخدمات ممكن أن تقدمها according to the value system، طبقا للمعتقدات الدينية، يعني religious بليف سيستم يلعب دور كبير في هذه الخدمات. تقديم الخدمات يكون according to the value system. community at large، ممكن ال community تعمل في ال community as a whole، يعني total community تعمل مع الجروب، مع ال population، large population. هذه الخدمات اللي تقدمها مثلا الكوميونتي ممكن الكلينيشن رول، ممكن يكون ادوكيتر، وايضا يعني تكون ادفوكيت تتبنى القضايا، وايضا ممكن تشتغل ليدر او ريسيرشر. احنا ان شاء الله المحاضره القادمه راح نتطرق الى الادوار، فهي ممكن في سيتنج واحد لها عده ادوار. هاي اخر يعني المكان السابع اللي تعمل به. الى هنا نتي على نهاية المحاضرة. انا لخصت لكم يعني تكون سريعة ومفهومة.